السلام عليكم، راح فيكم في الأسبوع الخامس. أشكركم إنكم وصلتم معنا للأسبوع الخامس من مادة مهارات التفكير. للتذكير، إحنا بدينا في مدخل لعلم التفكير وعرفنا ليش إحنا مهتمين بعلم التفكير. بعد كده دخلنا على استراتيجيات للتفكير وانطلقنا إلى برامج التفكير وخدنا فيها أسبوعين. الأسبوع هذا نتكلم عن مهارات التفكير الأساسية. مهارات التفكير الأساسية هي المهارات الضرورية اللازمة لعملية التفكير، يعني تشمل على مهارات أساسية مثل جمع وحفظ وتحليل وترتيب وتقييم المعلومات. طبعا تصنيفها كمهارات تفكير أساسية قليل من المراجع اللي أيدت هذا التوجه، لكن أنا أرى أنه جدا مهم وأنا اعتبرتها مهارات تفكير أساسية. إذا قصدنا بها أنه يجب على الجميع أن يدركها، يجب على الجميع أن يطبقها، يجب أنها تكون معروفة عندنا من وقت مبكر. هي كثيرة، هي لستة، لكن أنا حاولت أن أجمع لكم أهم هذه الثمانية مهارات. حنلاحظ أن بعضها بسيط جدا، لكن احنا المنهجية حقتنا في مادة التفكير ككل بعض القضايا مش انها صعبة التطبيق او جديدة او اول مرة اسمع، بقدر ما هو ان ما وصلت معانا لمرحلة ممارسة. الممارسة هذه اللي بعد كده تتحول الى عادة، وبالتالي يكون عندي نضج في عملية التفكير. اخترنا لكم ثمانية مهارات: المقارنة والملاحظة، تصنيف وترتيب المفاهيم، التلخيص، الرأي والحقيقة، الاستنباط والاستقراء، وضع العناوين. هذه المهارات اللي راح نغطيها خلال هذا الأسبوع. يعني احنا ممكن نطرح بعض الأحيان أمثلة بسيطة وتستطيع أنت تطبقها في مجالات أعمق وفي مجالات عدة. طيب خلينا نبدأ مباشرة بأول مهارة من هذه المهارات اللي احنا نسميها مهارة المقارنة. يجب ان نتدرب على هذه المهارة لانها مفيدة جدا. ولما نقول مهارات تفكير أساسية، يعني ممكن ان احنا نستفيد من هذه المهارات في تطبيقات سواء التفكير الناقد او الابداعي او التحليل او غيرها من المجالات. لكن ما تصنف، يعني تعتبر مهارات أساسية، ما تصنف اللي هي مهارات العليا او مهارات ما وراء المعرفة. لما نيجي نقول مقارنة، القدرة على يعني تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف، أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. تتطلب طبعا أي واحد ممكن يقارن، لكن هي مرحلة أو هي قدرة على التحليل والتفسير والاستنتاج والربط والخروج بتعميمات. يعني العملية صح أنه أي واحد ممكن يمارس عملية المقارنة، لكن كيف قدرته على المقارنة؟ الآن عندنا في من الدراسات الجيدة في عالم البحوث، كلكم تعرفوا دراسات المقارنة، فمثل المقارنة كمهارة بحد ذاتها هي سهلة، لكن تطبيقاتها مع الممارسة المستمرة يصبح الشخص يجيد هذه المقارنة. عندنا احنا نوعين من المقارنة، خلينا نتفق وان احنا بنتكلم عنها، في المقارنة المفتوحة والمقارنة المغلقة، وكل نوع من هذه الأنواع له أهداف وله طريقة ولو أماكن تكون فعالها أفضل من أماكن أخرى. ببساطة المقارنة المفتوحة هي ترك المجال مفتوح للنفس، للموظف، للطفل، للابن، أنه يقارن كما يشاء. أما المقارنة المغلقة، أنا أحدد له معايير لهذه المقارنة. على سبيل المثال، لما نجي أقول والله قارن لي بين السعودية والكويت على سبيل المثال، هذه المقارنة مفتوحة، أترك أنا السائل وأترك للشخص اللي يجاوب هو يحدد هذه المقارنة أو الطريقة اللي يبدأ منها أو فهمه لهذا النوع من المقارنة. لكن بعض الأحيان بعض المواقف لا، نحتاج أني أغلق هذه المقارنة. بالتالي أقول قارني بين السعودية والكويت من حيث، أحط له ثلاث أربع معايير مثلا: من حيث المساحة، من حيث الديانة، من حيث اللغة، من حيث كذا كذا. فأنا حددت له معايير واشتراطات لهذه المقارنة. هذا الفرق بين المقارنة المفتوحة والمغلقة، وهي مدخل أساسي لبناء العقلية الناقدة. طيب فحتشوف طبعا مطلوب منك انك ترجع للباوربوينت اللي انا وضعته، حتشوف في بعض الامثلة وبعض التدريبات للتدرب على هذا النوع من المهارة البسيطة جدا، لكن هي
ممارستها بتنمي هذا العقلية الناقدة، وخاصة في مرحلة مبكرة. المهارة الثانية أنا دائما أربطها بمهارة معاها، يعني هي اسمها مهارة الملاحظة، لكن دائما أنا دائما أحب أن أقول الملاحظة والتفسير. خلينا نشوف ايش هي الملاحظة وايش هي التفسير، وكيف ممكن ننميها مع بعض، وكيف ممكن نبني جدول يحقق هذه المهارة. مهارة الملاحظة عملية تفكير تتضمن المشاهدة، المراقبة، الإدراك، يستدعي تركيز انتباه ودقة. طبعا يمكن في الدراسات العليا تشوفهم يعملوا اللي هي بطاقة الملاحظة، يعني والملاحظة بشكل عام يستخدموها في قياس أداء، يستخدموها في جمع بيانات، تستخدم لاتخاذ قرار، تستخدم لتقييم موقف. إذا ملاحظة مهمة جدا، الجميع مثل المقارنة، الجميع يلاحظ، الجميع يمارس الملاحظة يمكن بشكل يومي، لكن ما هي دقة هذه الملاحظة؟ ما هي المهارة؟ ما هو الحد الأدنى لهذه المهارة حتى تكون فعالة؟ هذه نقطة جدا مهمة. عشان كذا كل ما كانت الملاحظة دقيقة، كل ما كان التفسير دقيق. طيب كيف نقصد احنا مثلا؟ خلينا نقول والله في نشاط حتشوفوه في 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 الباوربوينت بشكل كبير. لما انا قلت لك ابغاك تلاحظ، انا يجب اني اعلم اتدرب على اني لما الاحظ شيء اضع مثلا جدول، او اضع في بالي اني اعرف خصائص هذا الامر، وبعد كذا احاول افسر هذه الخصائص او الاسباب الداعية لهذا، لأن الملاحظة وحدها لا تكفي، لكن تفسيرها تعمق وتقوي هذه المهارة. على سبيل المثال أجي أقول والله أبغاك تلاحظ لي مثلا سلوك هذا الطالب، هذه ملاحظة. طيب أبغاك تكتب لي في البداية لما تيجي تلاحظ مجموعة من الملاحظات اللي انت لاحظتها في سلوكه، في لبسه، في طريقة كلامه، في كاركتره، مجموعة من الخصائص اللي لاحظتها وتكتبها. وحاول بعد كذا اعمل عملية التفسير، تفسير هذه الملاحظة، يعني ليش هو بيمشي كذا، ليش هو لابس كذا، ماذا يعني لك انه عمل كذا. كذلك حتى في الجوامد، يعني والله انا اجي اقول لك لاحظ ان هنا الان بارفع، يمكن هناك في مرحلة التقييم المثالي قبل شوية، لكن مثلا خلينا نتحول لمرحلة اللي هي في الإبداع. والله أجي أقول لك لاحظ لي هذه الطاولة، ولاحظ لي هذا الكرسي، أعطيني خصائصه. فيقول لك مصنوع من الزجاج، طوله كذا، يعمل كذا، ممكن ينثني بهذه الطريقة، مصنوع من مادة كذا، ومضاف له كذا. سرد لي مجموعة من الخصائص. هنا الآن عمل عملية الملاحظة. يلا الآن في نفس الجدول يقول له اعطيني التفسير، اعطيني الاسباب، ليش مصنوع من الحديد، اعطيني تفسيراتك المتوقع. يقول لي كذا كذا، اعمل لي، فيفسر لي كل عنصر، وبالتالي لاحظ بافتح فيه عقليه ناقده، وفي نفس الوقت يفتح له مجال للابداع، لانه يفسر امور بعض الاحيان يحتاج له بحث حتى يفسر. على سبيل المثال من الامثله اللي دائما انا اذكرها في عمليه الملاحظه اللي اتركها لكم انكم تفكروا فيها انتم كذلك، انتوا عارفين اكثر لون يمتص الحرارة او يمتص الشمس اللي هو اللون الاسود، جميل. طيب ليش كفرات السيارة، دحين لما اقول لك لاحظ لي مثلا، اعطي الملاحظة لاحظ لي اللي هو اطار السيارة، كفر تاير، هتقول لي والله دائري حجمه كذا، من مصنوع من مادة المطاط، لونه اسود، ممتاز، يلا فسر لي ليش مصنوع من المطاط، ليش دائري. فتستطيع الطالب او انت تفسر. نيجي عند اللون الاسود، كيف كذا؟ يعني هذه الشركات عامله هذا بالقصد، لانه احنا كل الهم انه هذا الاطار الكفرات ما تتعرض لاشعه الشمس او ما تمتص حراره، وهذول عاملينه باللون الاسود، ليه ما عملوه باللون الابيض؟ فهنا لاحظ انا احتاج اني ابحث واعمل تفسير لهذا الامر. قد يكون وجدت تفسير منطقي، وبالتالي ما يحتاج اني اعدل من في خصائص هذا الشيء، وقد اجي التفسير اني انا على حق انه في مشكله، اذا يجب اني اطور هذه الخاصيه لكي
تلبي حاجة أخرى. يعني مثلا والله يقول لي مثلا كفرات دائرية لأنه سهولة الحركة، طب ليه ما تصير مربعة؟ ممكن تصير مربعة، لكن لاحظ إني أنا ما طورت بقدر ما إني عرقلت وظيفة، لكن لون أسود وأبيض. فأنا أترك لكم السؤال، يعني هل تتوقع والله شركات الإطارات التجارية بتحاول تعمل أسود عشان تستنزفك ماديا؟ ما ندري. إذا لاحظ هذه مهارة الملاحظة والتفسير، وقبلها مهارة المقارنة، ونكمل باقي المهارات في الفيديو اللاحق.